الحجيجرة وما راح نزور شافع الغيام وما الدين غام الحجيجرة وما راح نزور شافع الغيام ما الدين غوام الحجيجرة راح نزور شافع الغيام ما الدين غوام الحجيجرة رح نزور شافع الغيام شرحت في أول النظام بربنا الحي بقى هدى مالك الملك يا فهام ومنه العافية والسلام في المشيم صور الغلام ونفخ لروح وجبر العظام وسبب لنا الرزق بالخدام وانعمنا بشرب والطعام وسبت وجود البلا العدام الحمد لله مدة الأيام راح نزور شافع الغيام ما الدين غام الحجيجرة راح نزور شافع الغيام يا سنيت بسيدي بعلامة محمد مسلوم من كرام سيد المرسلين إمام وأول وآخر ختام رئيس الأمة في الغيام ولا للحجة والكلام أعطاه رب أفضل المقام الحوض والجاه والكرام يشفعنا في الموقف الزحام وحجازنا يوم الخلوق ندامة راح نزور شافع الغيام ما الدين غام الحجيجرة رح نزور شافع الغيام والسما فوق يمين شام ووجه خاف البدور تمام حجب نون الرسم قلام وناظرا خلفه من أمام أفم كاف دائرة الختام وعنق فاق القزاسها مضمر الجوف بالصيام ولغدام نور صاحب العمامة راح نزور شافع الغيام ما الدين غام الحجيجرة راح نزور شافع الغيام لبي تقبع وتظلل الغمامة ويخاطب الصيد في التمام وناطق الجزعي والغلام وكذا القصير قال له في سما دخل في الغار باط له الحمام ونسج له العنكبوت لثام أقصوا ويتحيروا اللئام ألقوا النبات فوق طريق بقى مع الصديق صاحب بالسلام وعليه ستر الإله داما راح نزور شافع الغيام ما الدين غام الحجيجرة راح نزور شافع الغيام لا معاجز الماله قياما بجود فاق وقابل الرشا حاشما ما بيبخل الطعام وبالرغيف يا كريم اليتامى
مفاتحا باب ليل عشاء يا أيرا في ليل ضعفاء والعداء يا أيرا الجيش من البهام والله لبلدتك عيام أحلى ذو شافع الغيام الدين غام الحي يرام رح نزور شافع الغيام مرحبا لكم لو صمام صديق مع عمر وليل لطام كنز الحبر تالي بفطام ومع علي الشدة كالرزا زبر مع طلحة روح سام وسعد وسعيد هيلو من نيا ابن عوف وابو عبيدة غلتا يا درار مع خالد الورى يا هد ملا توصنا مسجم مخاري مع دعاء ما راح نزور شافع الغيام الدين غام الحي يرام رح نزور شافع لا إله يا راحم العدامة يا إله يا راحم العدامة أوتحي القيودنا ونقومهما نشيد على التأسف وزما ونساري نقطع بحر بلا نزلنا بالريف سلام سلام ونصبنا فوق القصير خيام أكر المراكب حيينا رام وقطعنا بالدابة والنعام يا نص المدينة البلود شام ونزور في ذلك المغامرة أحلى شافع الغيام ما الدين غام الحي يرام رح نزور شافع الغيام لا بردنا شوقنا وحييقنا قامة يا وكربنا من رابغ الحزام لا جدال ولا خصام بصنا في المسجد الحرام وحييقنا طب العتيق حام وسعينا للمروى بلا أقدام وفتنا لأزالك الأعلام ونحت حتى الذنب والملام نوافل لحجة السلام ونلوي للتاج مع العمامة رحلة شافع الغيام الدين غام الحي يرام رح نزور شافع الغيام عبيدك الماح نفس لاما وفي الشباب ما خيت الغشاء نهار علي التمل بالختام بخام من الموت له على بخام من الغب ربو زحام وخاف من موقف الغياب يقول يوما له الفعاء ما أبا الخوة والوالدين عشاء نفوز مع أصحابك الكرام مع صديقي وعلي الإمام رحل ذو شافع الغيام الدين غام الحي يرام رح نزور شافع الغيام لا صلاة ربي على الإمام لكوك وآلاء بلا قيام عدد فرائض الصلاة وقيام وعدد حييا بمكة حام عدد جبال يثري بوتها وكزل حيي اعتمر وصا توالي لك متت الأيام وتكيد مسيلم وابن هشام رحل زور شافع الغيام الدين غام الحي يرام رح نزور شافع الغيام صلى الله على سيدنا محمد. نرحب سويا بالأستاذة زهيدة أحمد حسن مساعد العضو المنتدب للتكافل لتتحدث لنا عن هذه الشركة شركة شيكان، كما تحدثنا أيضا عن الخدمات التي تقدم في إدارة التكافل، فلتتفضل.